تزامنا مع العودة للمدارس وضمن جهودها في تأمين سلامة الطلاب في محيط المدارس ومستخدمي الطريق في الشوارع الرئيسية، رصدت الإدارة العامة للمرور 3752 مخالفة تجاوز خاطئ في مسار الطوارئ منذ بداية العام الدراسي الحالي. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد فايز أمين، رئيس شعبة الإعلام والنشر في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. مرحبا بك رائد فايز في نشرة الأخبار. في البداية، ما مدى خطورة التجاوز من خلال خط الطوارئ والتعطيل للحركة الذي يسببه هذا السلوك الخاطئ؟ نعم، بداية مساء الخير وشكرا لكم لتسليط الضوء والحديث عن هذا الموضوع بشكل خاص. مثل ما ذكرت، وتزامنا مع عودة العام الدراسي وزيادة كثافة الحركة المرورية، تستمر إدارة العامة للمرور في دورها بتنفيذ القانون من خلال حملاتها الميدانية والدوريات المرورية لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق وسلامة الطلاب المتجهين لمدارسهم في الفترة الصباحية. مثل ما تفضلت حضرتك أختي الكريمة، أن الإدارة العامة للمرور ارصدت من بداية شهر سبتمبر إلى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي عدد 3752 مخالفة تجاوز خاطئ من خلال خط الطوارئ، وتم إيقاف 95 مركبة لتكرارهم المخالفة ذاتها. لا يخفى على الجميع أن خط الطوارئ وضع للاستخدامات الطارئة وانتقال مركبات الطوارئ أو المركبات الأمنية من خلاله في حال حدوث أي أمر طارئ لا سمح الله. وأيضا من ناحية أخرى، هناك جانب يعكس صورة غير إيجابية خلال ارتكاب هذه النوع من المخالفات، وهي سبب رئيسي يعني أولا في تعطيل انسياب الحركة المرورية أثناء التداخل من خلال خط الطوارئ على المركبات المسار الصحيح، وأيضا هو تعدي على حقوق الغير والإضرار بمصالح الناس، ولا يعكس الصورة الحضارية لسواق مملكة البحرين اللي عرف عنهم الثقافة المرورية العالية والالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية على الطريق. ويعني الإدارة العامة للمرور بدورها مستمرة في رصد جميع السلوكيات اللي تضر بانسياب الحركة المرورية وتتسبب بالخطورة على سلامة الجميع. سعادة الرائد، نصيحة تودون توجيهها لسائقي المركبات لتفادي هذا السلوك الخاطئ؟ نعم، الإدارة طبعا تدعو الجميع بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والالتزام في المسار الصحيح وعدم التجاوز من خلال خط الطوارئ لضمان سلامتهم أولا وسلامة أبنائنا الطلبة بشكل عام، وأيضا لضمان انسياب الحركة المرورية. وأخيرا ليس آخرا، أكيد الإدارة العامة للمرور تتمنى الأمن والسلامة لجميع مستخدمي الطريق ووصول الجميع لمشواره بكل أمان وسهولة إن شاء الله بإذن الله. الرائد فايز أمين، رئيس شعبة الإعلام والنشر في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.